ميعادك بالثانية. أنا قلت الطريق من البلد لهنا هيخليك تتأخر، واضح بقى إن أنت كنت مقفل العداد. قهوة حسن يا نعيمة، بيتهيألي إنك عارفاها. اتفضل يا أبو علي. روح اعملي القهوة دي. تليفونك ازعجني، عشان كده ما رضيتش اقول لك ان انا مش فاضي او عندي مواعيد. طب كنت تقول لي انك جاي مصر، على الاقل كنت خدتك معاك. هو انا ممكن افهم؟ انا قررت ان احنا كلنا نكون كلمه واحده، لان تقريبا خش حطي القهوة. تقريبا كل اللي قاعدين هنا عيلة واحدة، يعني انت وريم نسايب، وعادل دلوقتي جوز ريم، يعني يبقى عديلك زي ما بيقولوا، ونعيمة كانت مرات أبوك، وأنا كنت شريك اللي كان شريك عمك. أنا عايز دلوقتي بقى كل واحد يطلع اللي جواه، كل واحد يقول اللي جواه ضد التاني، عشان نعرف هنعمل إيه مع بعض وهنشتغل إزاي. أنا عارف يا حسن اللي في دماغك، عايز تقول ليه مروان مش موجود؟ لأن مروان ما بيحبش يكون نمرة اتنين، والعملية دي مش بتاعته، وما ينفعش إنه يكون هو اللي ماسكها، وما ينفعش إن إيده تبقى هي العليا فيها. وبصراحة بقى أنا ما أضمنش مروان، أخاف منه. قول اللي عندك يا عادل. أنا راجل عملي جدا، وطالما المسألة دخلت في الشغل يبقى الأمور كلها عندي بتتساوى. أهم حاجة عندي أنا هكسب كام، وهيطلع لي إيه، وهنتحاسب إزاي بعد المصلحة دي ما تخلص. على رأي المثل زي ما بيقولوا، لما الفلوس بتتكلم الألسنة كلها بتخرس، والقلوب المتقفلة بتتفتح. وبعدين أنا ما عنديش مشاكل مع أي حد خالص، وتقريبا انا الراجل الوحيد في القعده دي اللي خدت من الدنيا كل حاجه، فلوس كتير والحمد لله، نفوذ، وفوق كل ده واحده بتحبني وشايلاني على كفوف الراحه. طب انا لا بحب ولا بكره، وانتم اللي محتاجين لي مش انا اللي محتاج لكم. وانا لما اتصلت بيك كنت بكلمك عشان نعرف احنا هنعمل ايه، مش عشان تجيبنا تقعدنا قدامك زي التلامذة. ولو كنت بتعمل كده عشان تطمن ان انا نسيت انك سرقت عمي ودخلت زينب السجن، فده مش هيحصل. في بينا شغل هيخلص، وفي بينا طار وهاخده. انت بتتحداني؟ أتحداك لما تبقى جدي وتعرف تقف قصادي. أديك شايف أهو، أنا جاي لحالي وبطولي، ولا معايا حرس ولا سلاح، مش خايف ولا قلقان منك. شغلك في يدي، وأنا الوحيد اللي هيمشي لك حالك وهيعرف يغطي عليك. ومهما كان المبلغ اللي أنت عايز تسلكه، حسن عبد الحكيم بس هو اللي يقدر يعمل ده.
هسيبك مع ضيوفك عشان تكملوا الليلة الحلوة دي وتصفوا حساباتكم وتبخوا في ودان بعض. ما تتأخرش على ريم عشان ما تجلكش عليك. اتجنن ده ولا ايه؟ شكله اتجنن. حسن سبحان الله، كأني شايفة عبد الحكيم بالظبط. ما تجيبيش سيرة أبويا الله يرحمه على لسانك. ليه بقى؟ مش واخدة بالك ليه؟ هو أنت بتعملي إيه هنا؟ وفين ولدك؟ عصام خطبني والفيلا دي اتكتبت باسمي مهري، وابني طلعه من المدرسة وبيهددني بيه. وبعدين أنا حر أعمل اللي على مزاجي، ما أنا جيت لغاية عندكم محدش فيكم سأل عليا ولا عبرني. حكيمية عيلة عبد الحكيم دي كده ماشية بمزاجها، اللي يجي على كيفها تقربه واللي تكرهه ترمي لي الدياب تاكلها. كنت جيتي قلت لنا كنا هدينا الدنيا عشانك أنت والواد. أجي لمين بقى إن شاء الله؟ لمروانة اللي دفني حية ولا أمك اللي كانت عايزة تقطم رقبتي؟ اسمع اللي أنا عايزة أقولك عليه. أنا أول مرة أشوف عصام كده مهزوز وخايف، أنا خلاص ما عدتش بخاف منه. وأنت زي ما قلت له ليك حق، وبنات عمك كمان ليهم حق، ولازم الحق ده يرجع تالت ومتلت. وأنا بقى ليا طار ولازم يخلص. كان ناقص يضربني بالنار. وبعدين لما خوفته يعني قلت له ده عصام باشا ممكن يدفنك حي بعد كل اللي انت عملته، قال لي اعلى ما في خيلك اركبيه. اه هو قال لي كده؟ ماشي.